حديث عن 4 قتلى على الأقل في هجوم استهدف مقر الشرطة في باريس التاريخية، العاصمة الفرنسية باريس. الحديث يدور أن منفذ هذا الهجوم هو شرطي يعمل داخل الشرطة أو داخل المقر في العاصمة الفرنسية باريس. الاعتداء حدث مشاهدين بالسلاح الأبيض وفق ما ذكرت مصادر أمنية فرنسية لوكالات الأنباء، فيما تحدثت وسائل أخرى كما ذكرت عن أن المهاجم هو شرطي يعمل داخل المقر. سأعرض عليكم صور لوردتنا قبل قليل لهذه الحادثة. وفرضت قوات الشرطة إجراءات أمنية مشددة حول مقر الشرطة الواقع في قلب باريس التاريخية، كما وصلت سيارات إسعاف إلى المكان. في ذات السياق أشارت هيئة النقل العام في باريس إلى أن محطة المترو القريبة من موقع الهجوم قد أغلقت لأسباب أمنية بحسب ما ذكرت في صفحتها على تويتر. وإثر الهجوم توجه وزير الداخلية على الفور إلى موقع الحادث. الحديث إذن يدور عن 4 قتلى على الأقل في هذا الهجوم.